بداية دعني أترحم على مراسل شبكة شام الشهيد عبد العزيز راغب الشيخ أبو عمر الديري الذي استشهد بالقصف على حي الجبيلي. شهدت هذه الليلة مساء في تلبيسة قصف شديد من قبل قوات جيش النظام استهدف قسم الجنوبي من مشجر الشمالي. أما في بالنسبة لأحداث البارحة ف33 شهيدا بنار النظام، 19 شخص اعتقلوا على أقل القصف العنيف شمل معظم المناطق والأحياء تركز على ريف المدينة الشمالي، وذلك في اليوم 12 بعد 100 الحملة العسكرية التي يشنها جيش النظام وقوات الأمن على المدينة وريفها. تم قصف 15 منطقة وهي ترمالي، الغنطور، رستن، تلبيسي، القصير، جوبر، السلطانية، باب عمر، خالدي، جور شياح، حمص القديمة، قصور، جوسي، تلكلخ، باب الدريب، وذلك من قرى مول النظام كجبورين والمختارية ومن حوادث منتشرة حول القرى والأحياء المحاصرة. هذا وقطار الدمار منازل مدنية في كافة أرجاء حمص عدا المولي منها كقرى ربلة والدمين الشرقية وأحياء الزهرة والنساء، كما يتم قطع مياه الشرب والتيار الكهربائي المناطق الثائرة أحيانا لأيام متواصلة وربما لأسابيع. أبو أسامة، عندما يتم قطع المياه مياه الشرب عن السكان المدنيين، كيف يتدبرون أمورهم بالحصول على المياه؟ يتدبرون أمورهم، وذلك من الآبار القديمة في البيوت التي كان معمولة بها قبل وجود مياه الحكومية. أما بالنسبة لوضع الإنسان المعيشي، بما أنك سألتني عن وضع المياه، فالحالة الإنسانية صعبة للغاية سواء كانت في حمص المدينة أو حمص الريف، حيث ينقص حمص القديمة كل شيء، ينقص الغذاء، ينقص الدواء، ينقص المياه، حتى الكهرباء مقطوعة، وذلك لأكثر من شهر. يتدبر الأهالي من مخازن من غذاء الذي كان موجود في البيوت ولا تهدم فوق رؤوس صاحبها وهرب صاحبها، إما هربوا أو أنهم استشهدوا. والمياه يتم استخراجها كما ذكرنا من الآبار القديمة. أشكرك كل الشكر أبو أسامة الحمصي مراسل شبكة شام